هكذا أحب حتى بذل لكي بل تكون له. يبقى هو جاي عشان يدينا ايه؟ حياة. طب ليه يا رب عايز تدينا حياة؟ لان احنا كنا مكتوب علينا الايه؟ الموت. ايه اللي كتب علينا الموت؟ ايه السبب؟ خطيئة ابونا ادم، صح كده؟ لان ربنا خلاه سيد الخليقة كلها، بس قال له ما تاكلش من الشجرة ويوم ان تأكل منها موتا تموت. يبقى هنا ربنا ما كانش عايزنا نحن الخليقة بتاعته ان احنا نموت، لا ما كانش عايزنا نموت، هو مش خالقنا عشان نموت. لكن مين اللي جاب الموت لينا؟ احنا جبنا لانفسنا، ما احنا كلنا اولاد مين؟ اولاد ابونا ادم وامنا حواء. فاحنا اللي جبنا الموت لنفسنا. هو اعطانا تحذير ربنا ما تاكلش، وان كلت هتموت. فجم كلوا، يبقى حكم عليهم بالايه؟ بالموت. انت تراب والى التراب تعود. بس ربنا لما طرد ادم وحواء من الجنه قال لهم وعد. ايه هو الوعد بقى؟ ان نسل المراه يسحق راس الحي. نسل المراه معروف ان اي انسان بيتولد بيجي نتيجه زواج رجل وامراه، صح؟ مين الوحيد اللي اتولد من امراه فقط؟ ها؟ لا، ادم ربنا خلقه من التراب، خلقه. لكن مين اللي اتولد من ولذلك احنا بنقول ان كانت امنا حواء كانت سبب في السقوط، لكن جت امنا العذراء جابت لنا الخلاص من الخطيه. يبقى اذا السيد المسيح له المجد. ايه سبب مجيئه لينا؟ عايز يعمل ايه؟ عايز يخلصنا، عايز يفدينا، عايز بدل ما احنا مكتوب علينا موت ابدي يدينا حياه ابديه. يدينا حياه ابديه. بعد ما كان مكتوب علينا الموت. بس الحياه الابديه لمين؟ خلوا بالكم، انتوا قلتوا الايه الحلوه دي، هكذا احب الله حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك. ها؟ يبقى مين اللي مش هيهلكوا؟ اللي بيؤمنوا بيه، مش كده؟ اللي بيؤمنوا بيه، اللي بيؤمنوا بالسيد المسيح. بنؤمن ازاي السيد المسيح؟ نؤمن ان السيد المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد. نؤمن ان السيد المسيح هو ابن الله المتجسد. نؤمن ان السيد المسيح جه واتصلب ومات وقام من اجلنا احنا عشان يعطينا حياه. ايه سر ده كله يا رب؟ ليه ده كله ده انت عملته؟ لانه بيحبنا، ربنا بيحبنا. ولو ما كانش فيه محبه ما كانش عمل كده. شوف انت لما يكون ليك صديق حلو خالص وطالع وداخل معاه تقول ده انا فديه بايه؟ بروحي، مش كده؟ هو جه فدانا على عود الصليب ومات من اجلنا وفتح لنا باب الفردوس واعطانا نعم كثيره جدا، غير كل حاجه في حياتنا. السيد المسيح له المجد، بموته وقيامته على الصليب غير كل حاجه في حياتنا. احنا في الاول كنا بنعبد اوثان، مش كده؟ يعني قبل ما جه السيد المسيح وماري مرقص مصر كنا احنا بنعبد ايه؟ ها؟ كان الفرعون هو الاله بتاعنا. الفرعون الرئيس هو الاله بتاعنا نعبده، او بنعبد تماثيل ونعبد، وكان العالم كله كده. هو ربنا كان ليه شعب واحد، وكان الشعب ده ضل، اللي هو شعب الله المختار اللي هو شعب اسرائيل. لكن هذا الشعب قال عنه كده: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. يعني ربنا حب الشعب ده. وشوفوا لما تيجي تقروا قصه خروج الشعب ده من مصر، وشوفوا ربنا عمل ايه مع الشعب ده في مصر، وعشر ضربات ضرب بيهم فرعون وشعب مصر عشان
يقدر يسيب شعب إسرائيل يطلع يعبد ربنا. لكن هذا الشعب كان شعب قاسي الرقبة، قال عنه ربنا كده شعب قاسي الرقبة. يعني ايه قاسي الرقبة؟ يعني مهما يعمل معاه ربنا ما فيش فايدة. شوفوا عمل ايه، موت كل أبكار المصريين وما فيش ولد بكر مات في شعب الله. خلاهم عبروا البحر الأحمر وفرعون والجنود بتاعته عملوا ايه؟ غرقوا. قالوا عايزين عطشانين، خلى موسى ضرب الصخرة بالعصاية عملت ايه؟ طلعت مي. قالوا جعانين، نزل لهم المن والسلوى. قالوا عايزين ناكل لحمة، جاب لهم السلوى دي مالت يقول لك متر حوالين البلد كده، او الخيام اللي كانوا فيها متر كده. يعني متر انتوا عارفين السلوى دي اللي هي زي ايه؟ يعني زي البتاع اللي بيبيعوه كده ببورسعيد في دمياط وبورسعيد اللي زي الحمام، اسمه ايه؟ ما هو اسمه سلوى بس ليه اسم تاني عندنا في مصر، افتكر لك اسمه دلوقتي. المهم قعدوا ياكلوا في اللحمه السمان، قعدوا ياكلوا في اللحمه، الكتاب يقول لغايه لما طلعت من مناخيرهم. بس ربنا اعطاهم درس، كل اللي اشتهى الاكل اللحمه ده وقعد عايز يتخانق في موسى وهارون كلهم ماتوا. لكن عمل معهم كتير خالص. لكن لما موسى طلع يقابل ربنا على الجبل، عارفين عملوا ايه؟ راحوا عملوا عجل عشان يعبدوا. مسكوا هارون قالوا له بص موسى طلع على الجبل دي لأربعين يوم ما نعرفش يمكن ايه مات وحش كال ولا حاجة. طب عايزين ايه؟ قالوا له اعمل لنا اله يمشي قدامنا زينا زي الامم. الله، طب ما احنا انتوا الهكم هو ربنا وهو اللي ماشي معاكم وهو اللي راعيكم. لا لا لا، اعمل لنا اله زينا. راح عمل لهم ايه؟ عجل من الذهب، وابتدوا يصرخوا للعجل ده ويقولوا هذه هي الهتك يا اسرائيل التي اخرجتك من ارض مصر. سابوا ربنا وابتدوا يعبدوا ايه؟ عجل ذهبي. فكان اسمه شعب صلب الرقبة، رقبت عوجة، يعني زي ما يكون كده واد عندي تقول له انت رقبتك ايه؟ عوجة. لكن ربنا نتيجة تشفع موسى ليهم، شفاعة موسى ليهم، كان ربنا هيبيدهم وقال له اعملك شعب كبير، قال له لا لا، وربنا سمحهم عشان خاطر. لكن عايز اقول لكم كان في قبل مجيء السيد المسيح كل العالم عايش في حالة ضلالة، لدرجة ان الاباء قالوا لنا حوالي 400 سنة ما كانش فيه اتصال بين السماء والارض، فيش اتصال، لا ملاك ولا حد بيظهر ولا نبي بيقول لنا حاجة ولا ولا ولا. لكن محبة ربنا للجنس البشري في الساعة اللي هو محددها، جاءت البشرة لأمنا العذراء مريم، وأمنا العذراء مريم جابت لنا السيد المسيح، ولذلك احنا بنقول عليها أم المخلص، لأن السيد المسيح هو اللي ايه؟ المخلص. هي أم المخلص وأم النور وهي كل حاجة حلوة. فكانت مجيء أو كان مجيء السيد المسيح لينا بيحبنا أولا، ثانيا عايز ينقذنا منين؟ من الموت، ويدينا ايه؟ حياة أبدية. بس المين؟ زي ما قلنا للذين يؤمنون به. نقول الآية تاني، هكذا أحب الله حتى بذل لكي لا يهلك، ها؟ حط تحت كل من يؤمن به دي، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يديه حياة أبدية. يبقى الشرط الأساسي هو الإيمان بالمسيح، وده اللي قاله لنا معلمنا القديس يوحنا في أصحاح 3 آخر آيتين، يقول لك من يؤمن بالابن. من هو الابن ده؟ من هو الابن؟ السيد المسيح. اصحى يا دين، من يؤمن بالابن له حياة أبدية، ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياة أبدية بل يمكس عليه غضب الله. بس الإيمان بالابن مش هقول له انا بؤمن بيك يا رب وخلاص، ده الكتاب يقول لنا ايمان بدون اعمال ميت، يعني ملوش لازمه. يعني
هل أعمالك تظهرك إنك أنت مسيحي؟ وكلمة مسيحي يعني بتؤمن بالمسيح. ما أنا ليه بيقول علي إن أنا مسيحي؟ لأن إيماني إيه هو؟ بأؤمن بالسيد المسيح له المجد. يبقى أصول أعمالي هل يرى أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والكتاب يقول لنا كما سلك ذاك اللي هو السيد المسيح ينبغي أن نسلك نحن. يعني أصول إحنا سلوكياتنا تبقى زي السيد المسيح. يعني إيه زي السيد المسيح؟ السيد المسيح كان يقول ها يصنع خيرا. يبقى أنت أصول كل حياتك تعمل إيه؟ تعمل خير. أصول كده. سيد المسيح كان بيحب الناس كلها لدرجة اللي علقوه على الصليب أول كلمة قالها يا أبتاه. طب احنا بنعمل كده بنغفر للذين يسيئون إلينا مع أنه أعطانا وصية أحبوا باركوا أحسن صلوا لأجل الذين. احنا بنعمل كده. هل المؤمن بالمسيح يعمل كده؟ مش انا مسيحي وخلاص. لا لا، يا ما في مسيحيين كثيرين هيهلكوا لان اعمالهم لا تمجد اسم المسيح. لكن اصول انا كانسان مسيحي امجد السيد المسيح من خلال اعمالي، من خلال اعمالي. ولذلك القيامة عطتني بركات كثيرة جدا. ايه هي البركات الكثيرة جدا دي؟ نذكر بعض منها. اول حاجة عطتني سلام. سلام يعني ايه سلام؟ فاكرين اول كلمة قالها السيد المسيح لما دخل للرسل والابواب مغلقة اول كلمة قال لهم ايه؟ سلام لكم. والكتاب يقول لنا اول ما شافوا الرسل شافوا السيد المسيح فرحوا فرحا عظيما جدا. يبقى اعطانا سلام. خلي بالك هو كان قال لنا قبل الصلب سلامي انا اعطيكم، سلامي اتركه لكم، ليس كما يعطي العالم. لان العالم ما بيديكش سلام. العالم ان اعطاك سلام النهارده ما يديكش بكره، ان اعطاك السنة دي مش هيديك السنة الجاية. سلام العالم باطل. لكن انت ازاي تحس بالسلام مع المسيح؟ لو كان قلبك ساكن فيه ملك السلام، مش احنا دايما نصرخ ونقول يا ملك السلام اعطينا ايه؟ سلامك. قرر لينا سلامك. فاحنا ملك السلام. هل انت تبع الملك ده ولا تبع مملكة اخرى؟ تقول له في ممالك اخرى. اه في ممالك اخرى، في مملكة العالم محبة العالم، مملكة المال محبة المال اصل كل الشرور. لكن ملك السلام لو ساكن في قلبك هتحس بالسلام مهما كان حروب مجاعات زلازل الام امراض، دايما حاسس بالسلام. ليه؟ لان مين اللي داخل قلبك؟ ملك السلام. يبقى أول حاجة عطاها لنا سلام. عطانا الفرح. احنا ليه فرحانين؟ تعرفين ان أكبر عيد بتعيد في الكنيسة هو عيد القيامة؟ بنقعد كام يوم نعيد؟ 50 يوم. 50 يوم نعيد بالقيامة. يمكن عيد الميلاد بنعيد ايه؟ ها؟ يوم عيد الميلاد والغطاس يوم عيد الغطاس. لكن عيد القيامة نعيد كام يوم؟ 50 يوم. وكل يوم نقول اللحن المعروف يا كل الصفوف افرحوا معانا وابتهجوا بقيامة السيد المسيح. نقعد 50 يوم فرحانين بقيامة السيد المسيح. تاني حاجة عطانا بعد ما عطانا سلام وفرح، عطانا عدم الخوف. ما عدناش نخوف، نخاف. ايه اكبر حاجة كانت تخوف الانسان؟ هي واد انت الموت. طب احنا بنخاف من الموت دلوقتي؟ ده معلمنا بولس الرسول يقول لي اشتهاء ان اعمل ايه؟ انطلق. ليه عايز تنطلق؟ ما انت عايش كويس. يقول لك لا،
انا ليا اشتهاء ان انطلق واكون مع مين؟ يبقى دي الشهوة ان هو ينطلق، بس هيروح فين؟ ما انت ممكن تقول ليا شهوة ان انطلق نتيجة تعب، نتيجة مرض، نتيجة كذا، نتيجة كذا، لكن خلي بالك ليا اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح. يا ترى انا الوقت لو انطلقت هكون مع المسيح؟ يعني وصلت، كل واحد فينا يسأل نفسه كده، لو جتني ساعة الانطلاق دلوقتي، لأن ساعة الانطلاق مش مضمونة، ما هي حياتك وإنها إيه؟ بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، فساعة الانطلاق لأي واحد فينا مش مضمونة، لكن لي اشتهاء أن أنطلق، بس أكون مع مين؟ مع المسيح، ذاك أفضل جدا. فأعطانا سلام واطمئنان وعدم خوف حتى من الموت. شوفوا الاباء القديسين الشهداء، كان الواحد فيهم يروح يعمل ايه؟ يقدم رقبته. يا جدع انت ليه كده تعمل كده؟ انت اتجنيت ولا ايه؟ يقول لك لا، انا اضمن حياه ابديه احسن من الحياه الايه؟ الارضيه. لما اضمن الحياه الابديه افضل ليا من الحياه الارضيه. أصلاً هاخد إيه من الحياة الأرضية دي؟ تاخد التعب والهم والحزن والويل والحاجات كتيرة قوي. فكان في تغيير لينا من ناحية إن أنا عايش في سلام، ما بخافش من حاجة، حتى الموت ما بخافش منه، سلامه. غيرت أيضاً نظرتي لحاجات كتيرة. غيرت نظرتي أنا لنفسي وإنت لنفسك. إزاي؟ لما الاقي رب المجد يجي ويتجسد ويموت على عود الصليب من اجلي ويقوم، يبقى في القبر ثلاثة ايام ويقوم، يبقى انا انسان بالنسبه له محبوب ولا مش محبوب؟ ها ما ترد علي. يبقى انت محبوب ولا مش محبوب؟ يبقى انا عرفت دلوقتي ان انا في الاول كنت بعبد تماثيل وملهمش قيمه، لكن دلوقتي عرفت ان في اله خالق السماء والارض هو اللي خلقني وبيحبني، وعشان بيحبني جه وعمل ايه؟ مات من اجلي. ليه؟ لان انا كنت زي الخروف الضال. كل واحد فينا كان عامل زي الخروف الضال، لكن لما جه الراعي الصالح ابتدى يبحث عن ايه؟ عن الخراب بتاعته، ابتدى يجمعنا. يجمعنا في ايه؟ بالايمان بيه. فانا كنت تايه. خلوا بالكم، السيد المسيح عطانا في لوقا 15 ثلاث امثله، في دينار مفقود وفي خروف ضال وفي الاب الضال. فاحنا كنا ضالين، كنا بنجري ورا شهوات عالميه زي الابن الضال كده، كنا بنجري ورا شهوات عالميه، لكن جه السيد المسيح بحث عننا وضمنا اليه وخلانا احنا خرافه. ولذلك في يوحنا 10 يقول خرافي تسمع صوتي وايه؟ وتتبعني. خرافي تسمع صوتي وتتبعني. احنا بنتبع السيد المسيح. يعني ايه بقى تتبعني؟ يعني تعرف كلامي ايه؟ تعرف قصدي انا ايه؟ تعرف انا عايزهم مني ايه؟ فانا هو عطينا وصايا نعمل بيها، يبقى احنا ساعتها هنضمن الحياه الابديه. ايه الوصايا اللي اعطاها لك؟ اعطاك حاجات كتيره. اولا قال لك محبه، تحب الرب الهك من كل قلبك وفكرك وقدرتك. وايه تاني؟ وتحب قريبك مثل نفسك. اعطاك انك انت تغفر للمسيئين اليك، اغفروا للناس كما غفرت لكم انا اغفروا انتم. قال لنا كده، ان لم تغفروا فلن يغفر لكم. اعطانا نتعلم المحبه، نتعلم الغفران، نتعلم عدم دينونه حد، ما ندينش حد. لا تدينوا لكي لا تدانوا، لانك بالدينونه اللي بها هالدين هتدان وهيكال لك ويزداد. علمنا مبادئ ما كانتش في العهد القديم، ده علمنا ان احنا نحب اعدائنا، علمنا كل حاجة حلوة زمان كان في العهد القديم، والعالم ماشي لغاية دلوقتي
يقول لك عين بعين وسن بسن والبادي اضل. احنا ما عندناش كده، ما عندناش كده. احنا عندنا احنا عندنا ايه؟ عندنا من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر. ليه؟ لان احنا ما يعني في العالم معتبرينه مش بتاعنا، احنا مش من العالم. السيد المسيح قال لنا كده، انتم لستم من هذا العالم. لو كنتم من هذا العالم كان العالم يحبكم ولا يبغضكم. لكن ليه العالم بيبغضنا؟ لان احنا مش تبع العالم. العالم عايز الشر، عايزك تعيش في الشر والخطية، عايزك تعيش بعيد عن ربنا. لكن احنا بنحب ربنا لانه هو احبنا اولا وبذل ذاته من اجلنا ومات وقام عشان يعطينا ايه؟ حياة ابدية. يبقى اول نظر لنفسي عرفت ان انا محبوب من قبل الله. تاني حاجة عرفت ان انا بدل ما كنت يتيم ليا اب، مش اب جسدي، ليا اب ايه؟ روحي. مش هو لما علمنا نصلي قال متى صليتم فقولوا؟ يبقى انا اصبح ليا ايه؟ اب قوي ولا ضعيف؟ قوي. ده هو كلي القوة والقدرة. مش احنا بنقول له في لك القوة والمجد والبركات والعزة، مش كله ده ليه هو؟ ايوة. فانا بدل ما كنت بتكل على قوتي الجسدية اللي ملهاش لازمة، بقى لي اب. ودام لي اب يبقى معولش هم. هو الطفل بيعول هم ولا كل همه مرمى على مين؟ على ابوه. فانت دلوقتي ليك اب، يبقى عيب لما تعول هم. تقول هم ليه؟ انا لما تيجي قدامي اي حاجة هتعولني الهم اروح اقول يا ابويا، يا ابويا انا تعبان. ليه يا ابني؟ اصل انا في كذا وكذا وكذا. يقول لي ما تخافش يا ابني، اللي انت تقعد تفكر فيه سنين طويلة هو يحله في ايه؟ في لحظة واحدة. يبقى انت ليك اب تعتمد عليه، هو صانع الخيرات، هو بيحبك، هو يحافظ عليك، هو يرعاك. مش بنقول كده الرب راعية فلا في مراع خضر؟ وإن كان الله معنا فمن علينا؟ ده اللي انت استفدته، انك بقيت ليك اب قوي. طالما هو معاك ما تخافش من حاجة. كان الله معنا فمن ايه؟ فمن علينا. خلاني مهما تجيني تجارب او هموم او بتاع ما اخافش منها. يمكن اخاف من اي تجربة، اخاف من واحد يشتمني، اخاف من اي كذا، اخاف من مرض، اخاف من. يقول لي ما تخافش من حاجة ابدا، انزع الخوف منك. قصدك لو خفت يبقى انت مش متكل على ابوك. هو الولد بيخاف من حاجة؟ ده قبل حاجة انا حكيت لكم قصة قبل كده. لما كان في مدرسة وقامت جنبيها حريقة جامدة، فاضطروا المدرسين وإدارة المدرسة تنزل الطلبة من ايه؟ هم اطفال، نزلوهم من الفصول، خايفين احسن الحريقة تيجي تعمل ايه؟ تمسك في المدرسة، ودي كلها خشب وبتاع والعيال تتحرق. فنزلوها ما عدا ولد واحد واقف في الشباك بيتفرج. المدرس يقول له يلا يا ولد، يقول له لا انا مش نازل. يا ابني يلا احسن تيجي النار هنا تحرقك، يقول له انا مش خايف. الله، يا ابني ليه كده؟ قال له تعالى يا استاذ اقول لك. تعالى بص، شايف اللي ماسك الخرطوم اللي بيطفي الميه ده، اللي بيطفي النار بالميه؟ قال ده بابا. ومش معقول بابا يخلي النار تعمل ايه؟ تيجي ناحيتي وتحرقني. شوفوا ايمان الطفل. لكن احنا اقل حاجه نخاف منها لاحسن تحرقنا، مع ان انت ليك اب مش اب عادي ماسك خرطوم ميه، ده انت ليك اب سماوي صانع السماوات والايه؟ والارض. فلما تجيني تجربه ما اهتزش ولا خاف، انا ابويا معايا، ودام هو معايا ما اخافش، ما اخافش. ان سرت في وادي ظل الموت
لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيان. خلى برضو نظرتي للناس اتغيرت. السيد المسيح غيرني، غيرني تغيير كلي. قال لنا كده معلمنا بولس الرسول في رومية 12، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. غير لي يعني نظرتي للناس. أنا في الناس دلوقتي ما عادش لي عدو، ما عادش لي عدو في الناس. البشر دول كلهم قرايبي. احنا عارفين قرايبنا ليه؟ العالم كله ده يعتبر قريبك، أي إنسان يعتبر قريبك، لأن كلنا لينا أب واحد ولينا أم واحدة. مين أبونا ومين أمنا كبشر؟ أبونا آدم ومن حواء. يبقى أي إنسان يعتبر بالنسبة لي قريب ولا لا؟ ولذلك علمني السيد المسيح، لما تلاقي إنسان جوعان اطعمه، إنسان عطشان اسقيه، إنسان عريان اكسيه، إنسان مريض أو محبوس زوره. يا رب دول مش قريبنا. مين قالك إن مش قريبك ده؟ ده قالك تحب قريبك مثل نفسك، وده أبوك وأنت وهو واحد، أبوك آدم وأمك حواء. يبقى معنى كده ان انا نظرتي اتغيرت للناس، ما اصبحش ليا اعداء في البشر. احنا لينا عدو واحد بس، مين هو؟ ابليس. هو اللي قال عنه الكتاب عدوكم يجول كاسد زائر ملتمسا من يبتلعه. ده هو العدو الوحيد. لكن كل البشر ماليش فيهم اعداء. انا طالما في ايدي اعمل خير، اعمل خير لكل الناس. ايضا قيامة السيد المسيح خلت لي نظرة دلوقتي غير زمان. زمان كنت بنظر عايز اجمع مال، ولما اجمع مال هبقى انا عبد للمال، لانه لا يستطيع انسان ان يخدم سيدين، اما الله واما المال. وخلاني كمان هدفي مش شهوات عالمية ومحبة العالم. قال لي لا تحب العالم ولا ايه الاشياء اللي في العالم، شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. الله، امال اعمل ايه؟ ايه هدفك في الحياة؟ انا لي هدف واحد. ايه هو؟ ان يكون لي ابدية سعيدة، لي حياة ابدية. مع مين؟ مع المسيح. وده اللي خلى معلمنا بولس ليشتهى ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. يبقى إذن الهدف الوحيد في حياتي اللي أنا بعمل من أجله إن أنا يكون لي إيه؟ حياة أبدية. وبعدين خلي بالك في آية حلوة في كولوسي 3 بتقول إيه؟ إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. هقولها تاني، إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو إيه؟ فوق حيث المسيح جالس. يا ترى أنت قمت مع المسيح ولا لسه نايم؟ يا ترى أنت قمت مع المسيح ولا لسه العالم واخدك؟ يا ترى أنت قمت مع المسيح ولا في عبادة أخرى بتعبدها؟ ولا في شهوة أو خطية معينة محببة ليك عايش فيها؟ لكن إن كنت قمت مع المسيح تتخلص من الخطية، لأن أجرة الخطية موت. إحنا أبونا آدم لما أخطأ مات، كتب عليه الموت، لأن السيد المسيح قال له كده، موتا تموت. وخلوا بالكم الموت هنا ما يقصدش بيه موت جسدي بس. إحنا عندنا، أنتوا عارفين إن فيه كام نوع من الموت؟ عندنا 4 أنواع من الموت. اسهل حاجه فيهم الموت الجسدي اللي هو انفصال الروح عن الجسد، الموت العادي اللي احنا بنقول فلان مات. لكن في موت روحي، في موت ده الصعب قوي ده. ايه سبب الموت الروحي؟ الخطيه. طول ما انت عايش في الخطيه انت ميت. فاكرين الابن الضال ابوه قال عنه ايه؟ ابن هذا كان كان ميت. طب ده ما هو قدامك حي اهو. قال لا، طول ما هو بعيد عني يعتبر
طول ما أنت بعيد عن المسيح له المجد أنت ميت. ليه؟ لأنك عايش في شهواتك، عايش في الخطية، عايش بعيد عنه، يبقى أنت ميت. ليه ميت؟ لأن الحياة في المسيح، الحياة في المسيح فقط، فيه كانت الحياة والحياة به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. هو الحياة، هو قال كده، أنا هو الطريق والحق والحياة، من آمن بي ولو مات. فطول ما الإنسان عايش بعيد عن ربنا في الخطية هو في نظر الله إيه؟ ميت. ده بنسميه الموت الروحي. يبقى في موت جسدي وفي موت روحي، في موت أدبي. موت أدبي يعني زي ما حصل مع أبونا آدم. آدم لما ربنا خلقه قال نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا، يبقى هو كان مخلوق على صورة مين؟ صورة ربنا. لما أخطأ الصورة إيه؟ تشوه. ده بنسميه الموت الأدبي. بس الأصعب والأصعب الموت الأبدي. الموت الإيه؟ الأبدي. يعني إيه موت أبدي؟ يعني هلاك أبدي، دود لا يموت، نار أبدية، ده اسمه الموت الأبدي. اوعى تكون ميت روحيا، اوعى تكون ميت أدبيا، بتشوه صورة ربنا في حياتك. لأنك أنت مسيحي يعني عليك صورة المسيح، يبقى أصول أعمالك تمجد المسيح. لكن لما تخطئ تموت روحيا وتموت أدبيا، ويبقى الموت الأبدي منتظر هذا الإنسان الخاطئ. لأن الخطاة موتهم أبدي، لكن اللي عايشين مع ربنا هياخدوا حياة أبدية، ويسمعوا بقى ويقول له نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين أقيمك على، أدخل. أهي دي الحياة الأبدية، إن احنا نعيش مع المسيح كل أيام حياتنا الأبدية، نكون معاه. طالما احنا معاه على الأرض هنعيش معاه في السماء. خلوا بالكم، إن عشنا فللرب، وإن متنا، إن عشنا أو متنا إحنا ملكك يا رب. وطول ما إحنا عايشين مع ربنا وإحنا على الأرض هنعيش معاه في السماء. كل سنة وانتم طيبين، لإلهنا كل إكرام ومجد من الآن وإلى الأبد، آمين. عندكم أساتذتنا هنا في الوعظ ولا فرصة في 10 دقايق ممكن عنده سؤال مستر سمير أستاذنا وحبيبنا يسأل في أي اتجاه. اليوم اللي بيجي فيه مستر سمير بيبقى يوم مفرح بصراحة، يوم فرح. كل ما يجي بيأنبني لما أقرأ الإنجيل، كل كلامه آيات الإنجيل، فبقعد أفتكر كان لازم أروح أقرأ الإنجيل كويس. اللي عنده سؤال فرصة في أي اتجاه، فرصة. ميلاد ماشي، هو لل 50 يوم بعد العيد يعني. بص اقول لك على حاجة، احنا عندنا في 50 يوم عيد الصعود بعد كام يوم؟ بعد 40 يوم. الكتاب ذكر كده ان السيد المسيح بعد القيامة قعد مع التلاميذ 40 يوم. 40 يوم بعد القيامة قعد مع التلاميذ، بيعلمهم كل حاجة هم علموها لنا. يعني اللي علموه لنا القديس بطرس او القديس يوحنا او القديس مرقس او كل ده التعليم ده جه امتى؟ اتعلمه بعد القيامة، قعد معاهم 40 يوم. العشر ايام دي قال لهم لا تبرحوا اورشليم قبل ان تمتلئوا من الروح القدس. فعشر يوم حل عليهم الروح القدس، ولما حل الروح القدس على التلاميذ كألسنة نار، ساعتها معلمنا بطرس الرسول قال عظة وخلص كم نفس؟ 3000 واحد امنوا بالمسيح. You understand؟ ماشي. ها اللي بعده. دي كانت
نبوات قديمة في العهد القديم. فاكر السيد المسيح لما طلبوا منه آية قال لهم الآية اللي هديها لكم: كما كان يونان في جوف الحوت كام يوم؟ 3 أيام، هكذا يكون ابن الإنسان. فدي نبوات في العهد القديم أن السيد المسيح سيأتي. هو قالوا كده، قال كده للتلاميذ كذا مرة، قال لهم أنهم هم هيمسكوا ابن الإنسان اللي هو السيد المسيح وهيقتلوه ويبقى في القبر 3 أيام ويقوم في اليوم الثالث. ووضح لنا الموضوع ده كما كان يونان في جوف الحوت، لأن احنا ما بنقدرش نقول يونان في بطن الحوت، يونان كان في جوف، وفي فرق بين الجوف والبطن. عارفين الكلام ده ولا لا؟ ها؟ لا لا. بص، احنا شرحنا احد الاباء الاسقف واحنا في الكليه الكليريكيه، قال لك ايه؟ اسمع معي عشان تعرف الفرق بين الجوف والبطن. قال لك الحوت لما بيحس انه عايز ياكل يبقى ماشي، طبعا الحوت بقه كبير جدا، فيبقى ماشي كده في البحر، اي حشائش اي اسماك اي حاجه يقابلها تدخل 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 فين؟ في، قال لنا كده، في حجره ورا جوف ورا البق بتاع الحوت ده، في حجره 2.5 × 2.5 تتملي حشائش واسماك، فدي اللي دخل فيها مين؟ يونان. دخل هنا كان في وسط ايه؟ وخلي بالك الحوت يتنفس بالهواء، يطلع كده يملى الاوضه دي هواء مع الحشائش والحاجات، والا كان يونان عمل ايه؟ كان ماء، مش معقول يقعد 3 أيام من غير تنفس. فهي بتملي هواء وتتملي حشائش واسماك، ودي اللي قعد فيها يونان 3 أيام، وتالت يوم الحوت عمل ايه؟ نطروا. فكما كان يونان في جوف الحوت 3 أيام، هكذا يكون ابن الإنسان في باطن الأرض 3 أيام. ده احنا بنقول ان النبوات تحققت، دي كانت نبوة انه كما حدث لي يونان. على فكرة في امثلة كتير زي اللي حصل مع اسحاق. شفت اسحاق حمل الحطب وراح مع ابوه واتحط، وبعدين ابوه نيمه وهيذبحه، وجاله صوت من السماء والملاك قال له ما تمدش ايدك. وبعدين الكتاب بيقول لنا زي ما اسحاق حمل حطب، المسيح حمل ايه؟ الصليب. وكما اسحاق عاد حيا، هكذا المسيح قام حيا من الاموات. فدي كانت نبوات في العهد القديم عن موت السيد المسيح، وتحققت هذه النبوات. نعم، اي سؤال؟ لا يا اولاد، احنا ده انا بتعلم منكم الحاجات دي، بتفكروها لنا. العهد القديم تناول؟ لا، ده التناول ده مين اللي اسسه هذا السر؟ سيد المسيح. في العشاء السري، في يوم خميس العهد زي ما بتقولوا، مش بنقول كده. بعد ما عملوا الفصح، خلوا بالكم يهوذا ما كلش من الخبز والدم، لا، يهوذا كل الفصح، خروف الفصح، وراح لليهود عشان يجيبهم يقبضوا على السيد المسيح. فبعد ما الفصح خلص، سيد المسيح اخذ خبزا وكسر وقال لهم: خذوا كلوا هذا هو جسدي، وخذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. يبقى اذا التناول ده للعهد الايه؟ الجديد. هذا السر اساسه السيد المسيح، وبعد كده الكنيسة بتعيشة فيه لغاية النهار. ها؟ ده هيكل سليمان. والهيكل ده كان بيتكون من كذا حاجة، وكان بيقدم فيه الذبائح، ذبيحة الخطية، ذبيحة مش يعني، كان فيه أنواع، 5 أنواع من الذبائح. كان اللي بيعمل خطية ياخد خروف ويروح يحط ايده على الخروف ويذبحه الخروف أو العجل أو حاجة زي كده. ده كان الهيكل بتاع مين؟ سليمان. لكن الهيكل بتاعنا الوقت غير هيكل سليمان زمان. نعم، اي يلا قبل ال10 دقايق خلصوا. خارج الموضوع، قول يا ولدي. ايه 7 المنورين الذهبيين وايه
كواكب الليل. اكتب الى ملاك كنيسة افسس. شوف كان في سبع كنايس، سبع كنايس تلاقيهم في سفر الرؤيا في الاصحاح الثاني والثالث. اقرا الاصحاح الثاني والثالث انت تعرفه. فكل اسقف في الكنيسة يعتبر ملاك الكنيسة، فهمني؟ فهم دول السبعة اللي انت بتقصدهم، سبع كنايس الرؤساء بتوعهم كان الكتاب بيسميهم سبع ملائكة، واخد لبالك؟ بس هو ده السؤال بتاعك. دول عندنا احنا سبع رؤساء، سبع رؤساء زي الملاك ميخائيل رئيس جند الرب، الملاك غابرييل، الملاك رافائيل، الملاك سوريال، في عندنا سبعة، فهم دول كواكب المنيرة. أي خدمة يا فندم؟ وأنت مش عايزه؟ هو كويس. تحت أمركم. هنصلي بس هننتهي بس على حاجة، نشكر الأستاذ سمير مرة تانية.